السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم أعزائنا الطلاب بكل خير، نكمل إن شاء الله في الكيمياء النووي. طلاب بالدرس الماضي أخذنا عمر النصف للمادة المشعة، عمر النصف للمادة المشعة، وعرفنا عمر النصف لأنه الزمن اللازم لتفكك نصف عدد نواة العنصر المشع في عينه بدءا من أي لحظة. وقلنا بأن عمر النصف قلنا بأن عمر النصف لا يتعلق بالروابط الكيميائية نوع الروابط، ولا بالحال الفيزيائي للمادة، ولا حتى في درجة الحرارة. كذلك عمر النصف يتعلق فقط بنوع العنصر المشع، إذن يتعلق فقط بنوع العنصر المشع. وتكلمنا بأن الزمن الكلي هو عبارة عن عمر النصف ضرب عدد مرات التكرار، إذن عمر النصف ضرب عدد مرات التكرار. الآن أنتقل إلى التفاعلات النووي الصنعي، التفاعلات النووي الصنعي. طبعا كان في عندنا شيء اسمه تفاعلات نووي تلقائي، تفاعلات نووي تلقائي هي التفاعلات التي تتم على النواة الغير مستقرة فتطلق جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا، وقد يترافق معها صدور أشعة جاما. فاليوم إن شاء الله راح ننتقل إلى التفاعلات النووي الصنعي. في البداية، في التفاعلات أو نشاط الإشعاعي الصنعي، يجب أن نراعي انخفاض الكتلة أو العدد الكتلي A بالطرف الأول والطرف الثاني، وكذلك انخفاض العدد الذري Z بالطرف الأول والطرف الثاني. طبعا أي أن عدد البروتونات والنيترونات بالطرف للمواد المتفاعلة يساوي عدد البروتونات والنيترونات في المواد الناتجة، كذلك العدد الذري اللي هو عدد البروتونات للمواد المتفاعلة يساوي عدد البروتونات للمواد الناتجة. نبدأ طلاب بتفاعلات الالتقاط، راح نفهمها أكثر ما أنه بدنا نحفظها. تفاعلات الالتقاط حيث تلتقط نواة العنصر جسيم، طبعا على الأغلب يكون نيترون، نقوم بقذف نواة العنصر بنيترون أو بجسيم، فتقوم هذه النواة بالتقاط وبلع هذا الجسيم وتتحول إلى نواة العنصر النظير. إذن نواة عنصر تلتقط جسيم وتتحول إلى نظيره، فنواة الذهب عندما نقذفها بنيترون تتحول إلى نظير الذهب. إذن تفاعلات الالتقاط هي التفاعلات عندما تلتقط النواة قذيفي، نعم، دون أن تنقسم هذه النواة وتتحول إلى نواة العنصر النظير. فالذهب IU 197-79 زائد نيترون، نحن قذفنا نواة الذهب بنيترون 1-0 فتتحول إلى نظير الذهب 198-79 زائد إنرجي زائد طاقة. طلاب يعني بيخطر لك في بالكم أنه ما هو نظير عنصر؟ نظير عنصر أخذينه كثير بالسنوات السابقة، بنرجع من عيد نظير عنصر. نظير عنصر هو من نفس ذرات العنصر. تعريف نظير عنصر هو من نفس ذرات العنصر، له نفس العدد الذري. العنصر ونظيره لهما نفس العدد الذري زد نفسه، أي عدد البروتونات نفسه، ويختلف عنه بالعدد الكتلي A أي بعدد النيترونات. فنظير الذهب ذهب لكن له نفس عدد الذري، يختلف عنه بعدد الكتلي، يعني لا يمكن أن يكون نظير الذهب نحاس مثلا. إذن نظير عنصر هو من نفس ذرات العنصر، له نفس العدد الذري ويختلف عنه بالعدد الكتلي.
إذا تفاعلات الالتقاط أن نواة العنصر تلتقط قذيفي وتتحول إلى النظير فقط، اسمها تفاعلات الالتقاط.